رسالة يوحنا الأولي 3:24 بيقول: وكل من يطيع، وكل من يطيع وصايا الله المكتوبة بالإنجيل. من هو وصايا توني؟ ولا وصايا أمك وبيك؟ بي قال لي كمل كل شيء بس ما كذب. كيف بدي أعمل كل شيء ما كذب؟ ما بدي ردها بيي. بيقول: وكل من يطيع وصايا الله فإنه يثبت في الله. اللي بيطيع وصيته بيثبت فيه، والله يثبت فيه. يعني أنا بثبت بالله والله بيثبت فيني. خلص بناني، صرت أنا مشروعه، خلص ما بقى في خوف. والله يثبت فيه، والذي يؤكد لنا أن الله يثبت فينا هو الروح القدس الذي وهبه لنا. هبة مجانية. مشان هيك نحن هلا بزمن امتلاء من الروح القدس. فضي إناءك تيمليك. يلا قول يا رب. ما عليك إلا تقول. زمن القبول. نعم. نعم. زمن النعمة. نحن هلا بزمن النعمة. مفتوحة السماء فوقنا. أمين. الحياة حلوة. هلا في ناس شايفينها سودة ما بعرف ليش، لأنه إبليس ساكن فيهم. بيسوف إبليس شو ما شئته يدمرك ويقتلك ويأسك وآخر شيء توصل للانتحار. وهذا الشيء اللي عم يصير، بنشوف العالم كيف يعيش. قال اليوم مولود في خلاص، يسوع موجود.